في إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة العصابات الإجرامية التي تنشط في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تنظيم رحلات الإبحار السري عبر البحر، واستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بموسى غانم، مفادها استغلال هذه العصابات الإجرامية لحالة هدوء البحر لمحاولة تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبر أحد شواطئ بلدية بن عبد الملك رمضان ولاية موسى غانم. وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تفعيل جميع نقاط الرصد والمراقبة اختصاص الدرك الوطني، وبالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل تم وضع خطة محكمة باستعمال تقنيات التتبع الرصد والمراقبة، ليتمكن بتاريخ 6 أكتوبر 2024 أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بموسى غانم المدعمين بفرقتي الأمن والتدخل للدرك الوطني بسيدي علي وبن عبد الملك رمضان من إحباط هذا المخطط الإجرامي لإغراق ولاية موسى غانم والولايات المجاورة بالأقراص المهلوسة، حيث تم حجز 100,000 قرص مهلوس نوع إكستازي من مختلف الأنواع والألوان بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 20 مليار سنتيم، زورق مطاطي، محرك نوع سوزوكي 150 حصان، وتم دلاء بنزين سعة 30 لتر، إضافة إلى هواتف نقالة مع توقيف 3 مشتبه فيهم من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد مواد مخدرة ومؤثرات عقلية إكستازي ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وجناية التهريب المهدد للصحة العمومية. سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.